في حضرة الكبار، ذكريات، نجاحات، اعترافات بجرأة وبكل مصداقية. حوار مع الكبار في حضرة الكبار وكلام لأول مرة. رح أكون معكم ومع يامن يوم الخميس على صوت الشباب في رأس معلة. مع الكبار، مع الكبار، الخميس 10 المساء على صوت الشباب FM. الكبار مساء الخير. مع الكبار على هوا صوت الشباب بالأعداد والتقديم يا منديب. ومع الكبار إخراج أمير دياب. هو بطل سوري عالمي تخطت إنجازاته وبطولاته حدود الوطن والحلم السوري، سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السباحة العالمية بعد أن حقق إنجازاً غير مسبوق في السباحة الطويلة بين القارتين الأوروبية والآسيوية، حاملاً رسالة للعالم أجمع مفادها أن سوريا بلد السلام، بلد الحب والياسمين، بلد الكبار. الصباح السوري العالمي في راس معلة، شرفتنا، أهلا وسهلا فيك. أنا تشرفت بوجودكم كمان. حضرتك اليوم ضيفنا بالحلقة الرابعة من برنامجنا عبر هوا صوت الشباب، تحية لك اللي عم يسمعنا بسوريا وخارج سوريا، شرفنا بحضورك أكيد. خلينا نبلش برنامجنا بأول فقرة. هذا أنا. بفقرة هذا أنا، فقرة بنحكي عنك وعن شخصيتك وعن أفكارك وعن القصص ما بيعرفوها يمكن كتير من العالم، ما بيعرفوا السباح العالمي اللي بعيد شوي عن العالم. حنكون اليوم أقرب، حنكون هيك قريبين للناس وقصص حشرية شوي نوعا ما. نسمع هذا التقرير ونرجع لنتابع مع الكبار والكبير في راس معلة. ضيف حلقتي مع الكبار لهذه الليلة السباح السوري فراس معلة. بطل سوري عالمي في عالم السباحة، من مواليد مدينة اللاذقية عام 1971، حاصل على بكالوريوس في الحقوق ليدخل بعدها سجل التاريخ في عالم الرياضة والسباحة على وجه الخصوص. أحرز إنجازات عالمية مهمة، فهو حاصل على بطولة العرب من عام 1991 حتى 2003، والمركز الخامس في بطولة العالم للمحترفين في فرنسا، والرابع في بطولة العالم في اليابان عام 1998، كما لقب ببطل آسيا عام 2002 وثاني آسيا عام 2004. فراس معلة متزوج وفي سجله بطولات عديدة، منها عبور البحر بين قبرص وسوريا بعد قطع مسافة 110 كيلومترات والسباحة المتواصلة لمدة 46 ساعة متواصلة.
ضيفنا الريس فراس معلق، أهلا وسهلا فيك اليوم بحلقتنا لليوم. خلينا نبلش من شخصيتك اللي قليل ما الناس مثل ما حكينا بتعرف عنك، يمكن ما بيثنى لتحكي عن شخصيتك، بتحكي عن إنجازاتك، عن أمور ومحطات حققتها، أرقام حافل تاريخك بالأرقام مثل ما سمعنا شوي. خلينا نحكي عن الوسط العائلي اللي كان كتير قريب من إنجازاتك كعائلة. طبعاً نحن أول شيء شكراً كثير لكم لأصدافتكم الحلوة ولبرنامجكم الرائع مع الكبار، وبشرفني أن يكون معكم وتعتبروني أنه كبير. تستاهل أكيد. تسلم، شكراً لكم. طبعاً نحن عائلة من ست إخوة، ست نعم. بنات وثلاث شباب، كلياتنا بمجال السباحة. أختي الكبيرة صيدلانية، كانت بطلة عالم، ثالثة عالم بكابي نابولي عام 90. بعدين أنا إجازة بالحقوق، أخي همام كمان إجازة بالحقوق، مصعب كابتن طيار، عليا إجازة بالحقوق، وأختي رودينا الصغيرة الله يرحمها، الله يرحمها، كانت حائزة على مع إجازة بالأدب الفرنسي. نعم. طبعا كلياتنا أخذنا غمار السباحة الطويلة، السباحة القصيرة أول شيء، بعدين انتقلنا للسباحة الطويلة وحققنا ألقاب عالمية. كانت حياتنا كثير دقيقة ومثل الكمبيوتر يقولوا، يعني في 4:30 على المسبح، بعدين على المدرسة نرجع برمجين يعني يعني كمان إنه بس إنه ما يعني صحيح في عنا الرياضة هي شيء مهم، لكن بيوازيها الدراسة مع بعض، فكلياتنا كان يعني تخرجنا شهادات جامعية. كان ما في بحياتنا غير الدراسة والرياضة والبيت، يعني يمكن شوي الحالة الاجتماعية كانت قبل أو حتى اللي ما بعد الجامعة كانت شوي قليلة يعني. نعم. نتيجة إنه ما في وقت يعني. وبابا الله يرحمه كان الله يرحمه، هو كان يرحم يخليك أهلك موجودين ويرحمهم إذا موجودين. أكيد الراحل والعميد كان هاشم علا. طبعا صحيح. فكان هو دائما حط لنا نظام قاسي جدا، نظام عسكري خليني أقول. والوالدة الله يطول بعمرها كانت هي دائما مشرفة علينا بالبيت وعم تتابعنا بدراستنا. دي كان صعب هذا انك تفيق على وقت محدد، تاكل على وقت محدد، تعيش هذه الاجواء الصعبه يمكن ما موجوده بكل بيت. هلا اكيد كان صعب بس تعودنا عليها يعني. نعم. تعودنا واحنا وصغار يعني، يمكن كان عمري 8 سنين او 9 سنين لما اتبعنا هذا النظام القاسي اذا بدي اقول. هلا يمكن تعال لي انه ارجع عيد هذيك الايام لك لا ما بدي، بكفيني يعني. بالرغم انه يعني اثناء بطولاتي واللي عم شارك فيها بتبع نظام، بس طبعا ما في هون جامعه، ما في دراسه، يمكن في شغل بس يعني باختياري انه بروح على الشغل مثلا ساعه او ساعتين، المهم انه بيكون حاطط انه انا عندي هدف الرياضه والبطوله فبيشتغل لهالهدف هذا. بالرغم انه ما بخبي عليك كل الناس بالرياضه بتعرف او خارج الرياضه انه تعرضنا كثير لمحاربات ومعاناه من بعض قيادات الرياضه بهذاك الوقت وما زلنا، لكن حنحكي بالتفاصيل اكيد بفكره هل عندك الجراه، حنحكي بكثير تفاصيل. صرتوا عائله وبراند بعالم الرياضه، لما تقول سباحه بتقول معلا وكعائله، قديش كنتوا عم تحققوا حلم كان الوالد يشوف فيكم ابطال بوقتها؟ طبعا هلا كان البابا دائما يعني الطريق او الهدف تبعنا انه نصير ابطال بهالمجال هذا، مو بس هي هوايه يعني، انه احنا تعلمنا سباحه وهي انه حلم انه نوصل لبطولات عالميه، وصلنا الحمد لله. يمكن كان طموحه اكثر من هيك انه نكون انه نستمر لفترات طويله، يمكن بعض بطولات نخفق فيها، وهذا شيء طبيعي بحياه اي بطل رياضي، بس بالمجمل كانت انجازاتنا هي انجازات كبيره وصلنا اللي بدنا اياه وتكرمنا من اعلى مكانه بهالبلد اللي هو فخامة سيدي الرئيس بشار الاسد. طبعا اكيد اللي بيعرفوك بيقولوا انه فراس متواضع وطيب، هيك بيقولوا، وصاحب ابتسامه ما بتفارقه. هلا كيف تعاملك مع المحيطين فيك على طول الحديث عن الرياضه وانجازات وارقام وحققنا وصرنا، ولا بتحكوا شيء ثاني؟ هلا بصراحة ما بحب اكتهول بهالتفاصيل كثير. يعني لما اقعد، لانه خلص الرياضة الى وقتها، الى جو البطولة او الاحتفال بالبطولة او التكريم له وقته،
بحب انه دائما تكون احاديث عاديه يعني ما تكون بعيده شوي عن يعني مو بعيده عن الرياضه بعيده عن الانجازات. بحب انه تكون هي مجال الرياضه ولكن بعيده عن الانجازات انجازاتي الشخصيه او بحس انه ما دائما الواحد يعني حلو الواحد يحكي عن حاله او او ايه يعني خلص ايه يعني احاديث عاديه بتكون يعني. انجازاتك منحتك نوع من النجوميه، قد ايه قدرت تحافظ على حالك يعني ان كان نجوميه وحياتك الشخصيه وحياه عائليه ومجتمع اصدقاء حواليك؟ هلا اكيد هذا الشيء اكيد وصلت له وما زلت عم عيش فيه، ولكن كمان له ثمنه يعني. يعني انا لاي بطوله بروح عليها بقول انه الاخفاق ما بصير يكون في طريق الاخفاق يعني، فبيكون في حمل شوي كثير علي او ضغط نوعا ما علي من الناس اللي بيحبوني من المحيط اللي حوالي حتى من الناس اللي بيكرهوني، انه بحس انه لكن هذا الشيء بيمنحني مزيد من الإصرار والتصميم على تحقيق شيء منيح يعني. نعم، الأسبوع الماضي يمكن التقيت بسيادة الدكتور أو الرئيس بشار الأسد، كان لقاء تاريخي بالنسبة لحضرتك يعني في حضرة الرئيس يعني. نحكي شوية تفاصيل عن اللقاء يلي تم بآخر إنجازاتك يلي رح نحكي عنه فيما بعد، نحكي عن هذا اللقاء وخصوصيته. أكيد يمكن كان لقاء رائع جدا يعني. مو أول لقاء هذا؟ لا مو أول، يمكن رابع مرة. رابع مرة. إيه. فكان لقاء كثير حلو وحسسني بقيمة البطولة اللي عملتها. صحيح هي معنا لسوريا لدولة روسيا الاتحادية الشقيقة والصديقة وكل شيء يعني، لكن حسسني بأنه إنجازي كثير حلو، إنجازي كثير كبير بالوقت اللي ما بخبي عليك أنه لقيت فتور أو عدم المبالاة من البعض بقيادة الرياضة، ما بعرف شو السبب يعني بصراحة مستغرب يعني. ما باركولك؟ لا يعني مبروك هيك كلمة عادية هلا ما بعرف يعني بصراحة ما بعرف شو السبب. انت وهن كيف؟ هلا كخارج حدود او خارج حدود المنافسة او ما في شيء منافسة بيني وبينه لانه عم بلعب رياضة وهن ما عم يلعبوا رياضة يعني ما بعرف شو السبب يعني، لكن شو عم يلعبوا؟ يمكن انا بقول انه كل واحد بخاف على منصبه او بخاف على مكانه فبيفكر انه هذا البطل اذا عمل انجاز ممكن ياثر عليه، ولكن البطل او انا بدي احكي عن حالي انا ما عم بعمل بطولات لمنصب او لكرسي او لاطمح لشيء، لانه يعني انا عم بعمل بطولات لانه انا بحب البطولات وانا ولدت على انه احقق دائما انتصارات لبلدي ولحظه اللي برتاح فيها العلم السوري بنسى كل التعب اللي تعبته يعني. صحيح انا تعبت قبل بطوله اوروبا اللي اخذت ذهبيه وفضيه، يمكن تعبت شيء 8 شهور تمرين متواصل وتعب وحتى مضايقات كلامية اسمعها هون وهون. مثل شو؟ من مين؟ يعني من أغلب الموجودين بالبعض بالقيادة الرياضة لأنه رايح على روسيا لا لأنه لأنه يعني السنة الماضية كنت أخذت برونزية العالم ونفس الوضع يعني تعرضت له لقبل. هلا هنن بيفكروا انه او اي او البعض بيفكر انه انا جاي عم بعمل هالبطوله واتعب مشان منصب اسم شخصي. هلا اسم شخصي اكيد اسم شخصي محر لانه انا اكيد عم بلعب وعم يقولوا فراس معلم عم يقولوا والله بس كمان عم يقولوا رفع العلم السوري عم يقولوا البطل السوري فراس معلم، فاكيد هو نصر لبلدي ونصر الي شخصي يعني بالنهايه هذا عم ينزل بالسي في تبعي وهذا الشيء طبيعي لاي بطل يعني. بيزعجهم انك عم تكبر؟ بيزعجهم؟ هلا انا عم بكبر انا ما بعتبر انه انا عم ضيف شيء او عم 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 حط شيء جديد لإلي، لانه انا من انا وصغير من 19 سنه حققت بطوله العالم واستمريت بهالشيء هذا، فهذا شيء بشخصيتي بحياتي الرياضيه بحياتي اليوميه. بالوقت انا بقول اللي هن في عم يسهروا مثلا ويلعبوا شده او شيء لما هنالك انا عم بتمرن وعم بتعب وعم بكون عم بخضع على تمرين عم بنحرب من كثير شغلات بحياتي اليوميه. نعم. فما انا ما يعني ما ماني شايف انه هذا اللي عم ساويه الا هو حسد او غيره او ما يعني هيك بقدر انا اسميه مو اكثر من هيك يعني، بالرغم انه انا بتوقع انه انا اي بطل رياضي بشوفه عم يحقق انجاز بنبسط له وبفتخر فيه يعني. بطلنا مجد غزال لما حقق برونزية العالم السنة الماضية كنت اول واحد بسطت له، صالح محمد البطل السباح بزعل لما بيحقق نتيجة بالرغم هو انه من جو من يعني من ولاد كار واحد بيقولوا بالعامية، لكن انا بنبسط له بتضايق لما ما بيجيب نتيجة وبنبسط له وبكون اكثر المشجعين والداعمين له
وبكافئوا على تحقيق أي نتيجة بيحققها. قديش ما عندنا ثقافة المنافسة يعني. أيه. قديش ما بنفرح لبعض لما ننجح، واحد ينجح ما برفع التليفون بقول له مبروك، يمكن اشمت فيه لما شوفه عم يغرق عم يوقع. لا انا بعرف انه كان البعض مستني فشل بهالبطولة هاي لحتى يورجي انه يمكن روسيا ما كانت صائبة باختياري انه انا مثلها، او حتى السنة الماضية لما حققت برونزية العالم تفاجئوا وما انبسطوا يعني. هلا هي شغلة عم بقول، هي شغلة تربية يعني بتنمى مع 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 الشخص يعني. انا قديش بفرح لما الناس بتوقفني بالطريق وتبارك لي، قديش انبسطت من تليفونك وانت عم تقول لي تعال على عندي برنامج مع الكبار لاستقبلك انت كاول رياضي. بيشرفني. تسلم، وانا بتشرف كمان. انبسطت للتلفزيون السوري لما استقبلني وعمل معي لقاء مع تلفزيون سما مع اي محطه، لانه البطل بده هالتقدير هذا. اليوم اذا بنقول الروح الرياضيه، وعم نحكي نحن غمار الروح الرياضية قديش عند العالم مصطلح رافقك طول حياتك، قديش قدرت تتحمل اشياء صعبة تحت عنوان خذها ولو بروح رياضية يعني، انتم متعودين على الكلمة. هلا بروح رياضية ما بدي اخذها بروح رياضية، لانه الروح الرياضية مبنية على الاخلاق ومبنية على مباراة الفوز ومبنية على المداراة والكلمة الطيبة عند الفشل، هاي هي الروح الرياضية. أما خدها بروح رياضية واحد شمتان فيك أو واحد عم بده يشمت فيك، هاي ما أنا روح يعني ما بقدر أخدها بروح رياضية. ولكن أنا وصلت لمرحلة إنه ما عاد التفت لورا، فأنا دائما بطلع لقدام، بطلع إنه شو ممكن ساوي، وكل بطولة بتزيدني حماس للبطولة اللي بعدها. هلا أكيد أثناء التمرينات الواحد بيشعر ببعض بيجي يوم بيشعر بالتعب، بيشعر بالإرهاق، بيشعر بغصب قلبه إنه ما إنه في البعض ما يعني، أو قيادة الرياضة هن الأساس، لأنه هن لازم يكرموك أو هن اللي يدعموك. البعض بقيادة الرياضة عم يستنوا، بيشعر بنوع من اليأس، ولكن هذا الشيء ساعات وبيزول لأنه البطل قلت لك أنا بحس بقلبه الواحد يعني. أي. القائمين على الموضوع يعني شوي مقصرين يعني كثير، مو شوي كثير قدي يعني بيطلعوا ما بعرف يعني كثير مو شوي يعني. هلأ قديش أنت بتنبسط لما رئيس مثل رئيس بشار الأسد الله يطول بعمره عم يستقبلك تاني يوم رجعتك من روسيا باستقبال، لما كنت باستقبال رئيس جمهورية الأديدية اللي هي إقامتي والنادي اللي هنيك، عم يستقبلك ويجمع وزرائه ويقول لهم انه نحن اليوم نشرب كأس البطل السوري اللي رفع العلمين السوري والروسي، رئيس جمهورية احدى الجمهوريات الروسية. ايه ايه. نعم. لانه انا النادي تبعي هنيك فهو اللي استقبلني هنيك. نعم. بس بالنهاية عم لعب باسم روسيا الاتحادية لانه هي بطولة اوروبا بطولة الدول يعني. وبترجع انت لهون تاني يوم لقاء مع الرئيس بشار الأسد، بنعرف شو عنده مشاغل، وبنعرف انه البلد بوضع حرب، وبنعرف وبتقعد معه 45 دقيقة دائما هو موجه لك كلمات مديح وبيقول لك انت لسوريا يعني. هي الكلمة لحالها يعني بتعطيك نوع من الاعتزاز والفخر. انا برأيي بينسوك كل شيء ثاني. طبعا اكيد اكيد. وقلت لك انه انا مو من النوع اللي بيلتفت لورا، يمكن الواحد بوقف عند هالثغرات او عند هال، ولكن سرعان ما بتزول لانه الهدف اللي قدامي هو هدف كبير. اكيد في مطبات واكيد في منغصات واكيد في مصاعب، اذا بدي التفت لها معناتها ما بتمرن ما بحقق نتيجه. فلا الواحد انا يعني قلت لك هدول الناس من ورا صاروا كثير بعتبرون انا وما بيعنوا لي شيء. نعم. مكملين عبر هوا صوت الشباب ومع الكبار. هذا أنا.
مكملين مستمعي صوت الشباب وبرنامج مع الكبار عبر هوا صوت الشباب. تحية لك اللي عم يسمعنا، تحية للي عم تابعنا عبر لايف ستريمينج عبر صفحتنا إذاعة صوت الشباب FM. السوشيال ميديا مطرح منيح لحضرتك، يعني بتتابع أخبار، صور، أصدقاء، عيلتك، إنجازات. قديش خدمك الفيسبوك أو غيره لتوصل أكتر؟ هلأ بصراحة هي أنا بقول هي مادة إعلامية كبيرة، يعني ما فينا نحن نتجاهلها. وقد تكون حاليا يعني يمكن تسبق بعض الصحف بكثير، يعني ف يعني يمكن يوم حققت البطولة حطيت صورة، يعني صار الفيسبوك يعني بشكل كامل هو يومين على يومين صور للتتويج للبطولة تبعي. فأنا بقول هي مادة إعلامية ما عاد نقدر نستغني عنها، وهي متابعة بشكل كتير كبير يعني، وهي وبتنقل الصوت وصورة والكلام مو بس لأهل بلدك، حتى لدول تانية يعني. نعم، بترد على الفانزات، بترد على الناس اللي بتحبك. هلا بكتب يعني شكر إنه هيك يعني. هلا يمكن من كل 100-150 كومنت أو إعجاب أو هيك بيطلع لك واحد بيعلق تعليق، فبخليه يعني ما عندي مشكلة. ما في مشكلة. حضرتك متزوج لكن ما كملت، كنت متزوج بعدك فترة الزواج عن حياتك الرياضية يمكن أو لا لا أبدا، يمكن هذا صار، يمكن هذا سبب من الأسباب رئيسي من عدم استمرار الزواج، إنه الرياضة هي كانت أخذ كل وقتي بحياتي. قاعدة عامة هيدا ما بيخلي الزواج يكفي الواحد طموحه مثلا. هلا ما بعرف يعني، لا مو هيك، بس يمكن حياة الرياضية شوي صعبة. بس انتو ستارز يعني، انتو مثلنا يعني، اذا شفنا حدا مطرح من المطارح لا هلا مثل بالرياضة بس بشغلات تانية لا. افهمتني خلاص. هل ضروري لو انه مثلا كملت كزواج او علاقة، هل كان رح بتفكر يطلعوا أولادك رياضيين ولا لا؟ أكيد بس طبعا بعيدين، أكيد بدي حاول مثل ما بابا الله يرحمه بعدنا عن كل أجواء المهاترات والمشاكل، وكان مأمننا كل أجواء المناسبة لنكون بس في مجال التمرين. نعم. كمان حيكونوا نفس الشيء إن شاء الله. خلينا نحكي هيك شوي، نفوت تفاصيل عن يوميات رياضي، إذا بدنا نقول رياضي عالمي مو أي رياضي. شو بتبلش؟ كيف تفيق؟ بتفيق الصباح؟ بتعمل في شيء مثلا هيك مبرمج قلت لي شو أدق التفاصيل؟ بلكي حدا حاب يعمل مثلك مثلا. صار صعب. خلينا نجرب. يعني في الساعة 6:30 تقريبا بتجهز لي أمي الله يطول بعمرها، طول عمرها وتحية، الفطور، بروح على التمرين. 10 بكون بالمكتب، أنا أمين عام لجنة أولمبية رئيس اتحاد السباحة. لا هي كمان يمكن شغلة حنحكي فيهم، لا لا يعني هي شغلة إنه الناس تستغرب إنه بهالمناصب ما حدا بارك لي كمان، يعني كمان بتزيد استغراب يعني. طبعا بروح على المكتب للتنتين، برجع بتكون ماما مجهزة الغداء، بتغدى وبرتاح لي ساعة، بعدين في عندي تمرين تاني المساء، بتمرن وساعة 7 يعني بخلص تمريني، بقعد مع في عندي صديق أو صديقين بقعد معهم ساعة في وقت يعني للحياة الاجتماعية يعني ساعة تاني. نعم. ساعة عطول يعني. تدريبات غذاء كيف؟ هل في مكملات غذائية أو أدوية لازم تاخدها ولا لا؟ غذاء لا لا مش عادي، أنا ما يعني قليل كتير يعني، أنواع فيتامينات مو أكتر من هيك يعني، وأوقات بتكون تسبق البطولة بثلاث أربعة شهور، مو دائما مواظب عليها يعني. نعم. قبل التحضيرات أو قبل أي بطولة بيكون في تحضيرات وتدريبات. نعم. وضعك النفسي كيف؟ بتحس في قلق وتمرين ولا تعودت؟ لا هلا أكيد قبل البطولة بـ20 يوم يعني بصير الواحد شوي عنده ستريس يعني، أو لهلا لسه بيرافقك هذا يعني الأساس. بيرافق مو هو نوع من القلق أو الخوف من البطولة، ولكن بضل الواحد هيك يعني أي كلمة ممكن تعصبني إذا مو يعني انزعج منها أو شيء نفسك يعني إيه، فبحاول دائما أبعد عن فون موبايلك وما تحكي ما بيمشي الحال لأنه أنا بروح أشتغل، لكن يعني هذا الشيء لابد منه أكيد. أما قبل البطولة إنه خوف أو إلى ما هنالك، بالعكس أنا بروح وأنا واثق من نفسي منيح. هلأ مو خوف، هلأ كل رياضي إجباري يكون عنده نوع من القلق ولو بسيط، لأنه أي واحد بيروح على الفحص ومحضر منيح بده يقلق شوي، بده يكون عنده نوع رهبة الامتحان نقول أو رهبة البطولة، فهذا الشيء طبيعي كتير، ولكن مو إنه لمرحلة إنه والله بقعد بخاف وبرجف وبصفر ومثل يعني هذا الشيء، لأنه
مو صح يعني، بيأثر النوع، بيأثر كثير على أدائك بالبطولة. غير السباحة شو بتعمل يعني؟ في مطالعة، في شيء تاني مثلا هواية غير هلا السباحة. أكيد بحب الباسكت بين فترة والتانية، بالجيم إجباري تمارين الحديد، بحب طالع أكيد يعني. إذا بقول لك بحب القصص البوليسية كتير، فكتير بطالع بتابع ولا بتابع وبقراها يعني، حتى بحط مثلا على اليوتيوب أو شيء إنه فيلم بوليسي فيلم هيك يعني، يمكن إني دارس حقوق ما بعرف يعني، ف يعني هالأمور. اتجه يمكن أخوك همام لعالم البزنس، فكرت تعمل بزنس أنت باسمك وبإنجازاتك، توظف هذا لصالح هاي؟ هلا أكيد أنا وإخواتي مع بعض يعني، كلياتنا مع بعض، فأنا الاسم من يهدن العمل. تحية لهم جميعا أكيد. وتحية لك لعم يسمعنا، لننتقل للفقرة الثانية ببرنامجنا. عندك الجرأة؟ مكملين عم تسمعوا مع الكبار والصباح السوري العالمي في راس معلق. أهلا وسهلا فيك من جديد. فقرة تصريحات نارية وانتقادات لحضرتك، هيك مجملة بفقرة عندك الجرأة. خلينا نبلش. بالبعض بيتهمك باحتكار رياضة السباحة، بيقولوا لما نقول سباحة فضروري يتبع اسم حضرتك أو اسم حدا من العائلة، بمعنى أنه بعد إنجازاتك ما عاد في منافسة. هلا الانجاز هو اللي بيعمل الاحتكار مو الشخص يعني. انا انجازاتي هي اللي فرضت علي انه انا اكون محتكر هالجو، ولكن انا بدي اقول لك انه انا واحد من الناس ساهمت بانه يكون في بطل عالمي غيري بعدي، هو صالح محمد. نعم. فقلت لك انا بنبسط لانجاز بطل دخلت بنجاحه طبعا. كنت مشرف. كانوا حاربوه بالبدايه ومنعوا دخول المسبح والى ما هنالك. مين منعوا؟ قيادة الرياضه، الاتحاد الرياضي. ايه. نعم. بتصور بال2000 يمكن 2001. ليه عم يحاربوكم؟ هلا ما بعرف، بيحاربوا كل واحد بيحبني ما بعرف ليش. هلا انا بحبك بطلي بقى يحبوني. معناته اكيد. الله يستر. ما بعرف يعني، لا هو مو الكل، البعض اكيد يعني. هذا البطل كان بابا الله يرحمه يقول لنا هذا اخوكم الصغير ديروا بالكم عليه. اوف. ايه. ونفذ الوصيه؟ طبعا. ايه. رغم انه هو من دير الزور يعني، يعني ما في اي صله قربه، ولكن نحن سوريين دبا، نحن وياه بتجمعنا انه نحن سوريين. وهذا بطل يعني، هو بيحكي انه الافتراس وابوه الله يرحمه واخواته كان لهم فضل علي. وعم اقول لك هذا البطل لما بيخفق انا اول واحد بكون متضايق، ولكن ما فيني بين له انه انا متضايق، لانه لازم اعطيه انا جرعه ثقه. نعم. بعد الاخفاق، ولما بيفرح كافئوا مني وبعطيه مني وفرح له اول الناس يعني. أستاذ فراس أو كوتش بدي أقول لك، مثلت مؤخرا روسيا بالمسابقة الدولية للسباحة اللي أقيمت بأوروبا بداية شهر أيلول الماضي. نعم. وهالتمثيل كان لأنك بتملك إقامة روسية دائمة. نحكى كتير البعض انتقدك لتمثيلك روسيا ببطولة دولية بدل من بلدك سوريا، تعليقك؟ هلأ لا اسمح لي هونك، ممكن كل شيء أنه يصار هون في نوع من يعني الوطنية، فأنا ما بسمح لحدا أنه يشكك بوطنيتي نهائيا. يعني تاريخي وتاريخ أسرتي مو موضع شك بهالمكان هذا. ولكن خلينا نحكي، نحن لاعبين كرة القدم، منتخب سوريا لاعبين عم يلعبوا بالسعودية وبقطر وبالبحرين ودول معروفة شو كان موقفها من سوريا. وما شفنا الهجوم عليه. هلا قد يكون هي شغله نادره بالالعاب الفرديه او ما سبقتها حاله تانية، بس انا بقول انه لما باخذ موافقه من اعلى من مقام فخامه رئاسه الجمهوريه فاكيد هو بيعرف ليش عطاني الموافقه، وهذا الشيء انا هالموافقه هي بحد ذاتها وسام شرف لإلي، لانه روسيا ما مو ناقصة ابطال عالميين ليمثلوها. هي اول شغلة عندها، ما يكفيها من الابطال العالميين، ولو ما شافتني بطل عالمي كبير ما كانت طلبت مني انه مثلها ببطولة اوروبا. هي اول شغلة. الشغلة الثانية، سوريا ما أنا باوروبا، فاذا ما لعبت انا مع روسيا فما بيحق لي العب ببطولة اوروبا. سوريا هي باسيا. حتكون في بعد سنوات يمكن حتكون سوريا ولا لا؟ السنة الجاية بطولة العالم.
حتلعب مع سوريا؟ اه طبعا اكيد اكيد. وحتى انه سالوني بروسيا قلت لهم لا اكيد ما بيكون في سوريا، سوريا هي الاساس يعني. نعم. الشغله الثالثه خلينا نحكي سياسي شوي. نعم. سوريا كانت شريك معنا بسوريا بالقضاء روسيا. على سوريا وروسيا هنن دولتين وقفوا بوجه الارهاب وساعدتنا كثير روسيا بوجه 80 دوله، سواء كان بالفيتو بمجلس الامن او حتى على الارض او حتى بكثير امور عسكريه كان لها دور معنا حتى تنتصر سوريا. فهو رد جميل خلينا نعتبره لروسيا. وانا لما قدمت الميداليات والشهادات لرئيس جمهوريه الاديجي قلت لهم كتبت له عليهم انه باسم السباح السوري العالمي في عربون وتقدير ومحبه للشعب الروسي. عربون ومحبه. ايه. نعم. فاخذهم بكل ابتسامه وبلعت تصور معي وهالامور. لما رجعت ما كان في هالترحاب وهالقبول وهالمباركه من الاتحاد الرياضي، شو السبب؟ والله ما بعرف يعني انا متفاجئ. يعني أنا بطولة عالمية يعني بنفخر فيها أي حدا بيفخر. يعني إيه إنه بطل سوري عم يتوج ببطولة أوروبا بذهبية وفضية يعني ما بعرف يعني أنا. اليوم أنت وهني كيف؟ هلا كعلاقة ما في يعني ما في تاتش أو ما في خلاف أو بعدين عشو بده يكون الخلاف يعني معلش يعني. بس بهالموقف أنا يعني لحد الآن ما كثير ما عم لاقي له تبرير يعني حتى. انه انت عم تمثل روسيا، طيب ما روسيا موجوده بسوريا يعني. ايه وانا يعني حتى انه في موافقه مباركه بالمشاركه بس انه ما في ترحيب يعني. على كل حال الترحيب او عدم الترحيب ما راح ينقص من الانجاز شيء ولا راح يزيد عليه قيمه ولا راح ينقص منه قيمه. شغلت بفتره من الفترات منصب نائب رئيس الاتحاد وحضرتك هلا رئيس اتحاد السباحه وامين عام لجنه اولمبيه. تماما. انحكى بفتره من الفترات ولهلا لا يزال يحكى عن فساد اداري بازقه الاتحاد الرياضي بوقتها لما كنت بصاحب قرار. لما تسمع هذا الحكي شو كان ردك وهلا شو ردك؟ هلا لما بينحكى غير ما يكون في ادله واثباتات. هلا كل واحد ممكن يحكي مثل يطلق جزافا. ايه هلا مثل ما عم تقولي انه الناس في بعض الناس استغربوا او استهجنوا مشاركتك. ايه. نعم. فكمان في بيصير يعني وين ما كان بيصير، ولكن القضاء او الاثباتات او هي اللي بتحدد الشخص اذا فاسد ولا لا. اذا في حدا عنده دليل يقدم لنا. حلو. حضرتك أمين عام اللجنة الأولمبية السورية، اليوم برأيك كلجنة وين شغل على الأرض؟ يعني قديش نجحتوا لتكون لجنة أولمبية سورية؟ هلأ كلجنة أولمبية بقول لك إنه دورها بوجود المكتب التنفيذي مهمش يعني ما شو السبب؟ لأنه في وجود المكتب التنفيذي وهو السلطة الرياضية الأعلى بسوريا يعني، فدوره ما كثير إلى دور اللجنة الأولمبية، مجرد إنه مراسلات، مجرد يعني خطا او هي عباره عن صله الوصل بين الرياضه السوريه او والمنظمات الدوليه خارج سوريا اللي هن المجلس الاولمبي الاسيوي المتوسط اللجنه الاولمبيه الدوليه بموضوع المشاركات مو اكثر من هيك. نعم. بالرغم انه هي باي دوله ثانيه او الدول المتطوره خلينا نحكي هي الاساس اللجنه الاولمبيه. وظيفتها كيف تبين على الارض يعني ك ك هي علاقتها مع الاتحادات كبطولات هي مسؤولة عن الاتحادات. لا هي علاقتها مع الاتحادات بتنسق مع الاتحادات بتحاسب الاتحادات بتشرف على الابطال الرياضيين. هلا بوجود المكتب التنفيذي باعتبار انه اغلب اعضاء المكتب التنفيذي هم اعضاء باللجنه الاولمبيه فعم يكونوا دور المكتب التنفيذي بالاتحاد الرياضي. عسيرة الاتحاد الرياضي البعض بيتهمه بانتشار الواسطات والمحسوبيات بتعيين المدراء وانتقاء لاعبين المنتخبات، والدليل هو عدم أو قلة التأهل للبطولات العالمية الكبيرة. تعليقك. هلا أنا بقول هي بترجع لا هون يمكن في شوي مبالغة نعم. الموضوع هذا لأنه الاتحادات هي صاحب القرار بالموضوع هذا مو نحن اللي بنرشح، هن بينقوا الاتحادات هن بيقرروا يعني مشان نفرض اتحاد القدم هو بيحط اللاعبين هو بيحط المدربين هو بيحط الإداريين. بموضوع الفني الاتحاد اللعبي هو المسؤول. هلا قد يكون في تدخل بالموضوع المادي لانه ما ولا اتحاد هو صاحب السلطه بامر الصرف، المكتب التنفيذي هو اللي بيصرف، فبيكون في رقابه ماليه من قبل الاتحاد. وانا مع هالموضوع لانه نحن بلدنا الاتهامات موجوده اذا ما عندك ماده، فما بالك اذا كان في ماده بين ايديك معناتها
على المقصود الدري. حلم تسجيل اسمك بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وين صار؟ ما عندي مشكلة فيه لأنه أنا دخلت فصل الأسد بعام 2007 وهذا بيكفي أكبر من جينيس وغير جينيس. لا تعرف وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق سوريا بيتعلى أي أم الحنون. مع الكبار مكملين مع الكبار وفقرة عندك الجرأة. ببعض التدريبات والبطولات وقبل حتى بتكون بمثابة مدرب عند مدربين إذا بدنا نقول وأنت بطل عالمي يعني أوريدي وأمين عام لجنة أولمبية يعني صاحب منصب، قديش بيبقى مدى التزامك بالتمرين وبتعليمات المدرب؟ هل عن جد بتخضع لهيك كأنه حدا عم يتدرب جديد ولا لا أنا بدرب وأنا لا إذا بدي أنجح بدي يكون أنا متدرب بيكون المدرب هو صاحب السلطة. لهلا بعد كل هالإنجازات ما بصير يكون البطل الرياضي بده يحقق نتيجة. أنا عم أقول هو صاحب سلطة على مدرب. أنت أنا بالمسبح في المدرب هو صاحب السلطة علي مهما كبرت مهما زرت ومهما كان إنجازي ومهما كانت مكانتي بالعمل الرياضي إذا بدي أنجح هيك لازم يكون. والمفروض انه اتبع تدريب تعليماته اتبع اوامره يعني ما بصير يكون غير هيك حتى انجح. اليوم وضع السباحة بسوريا بصراحة كيف؟ شو وضعه؟ منيح. ليه؟ لانه في كتير امور عم تعيق السباحة. بس حضرتك بالبلد. صاحب قرار يعني انا رئيس اتحاد السباحة الصحي ولكن بالامور الفنية خلينا نحكي السباحة بدها مقومات لتكون منيحة وهالمقومات غير متوفرة حاليا او حاليا وغير حاليا يعني هلا تقلي انت واخواتك بقول لك نحن استثناء لانه كان في عنا بابا الله يرحمه والبيت هن يعني البيت كان هو يقوم او يسهل الامور الثانية حتى بعض الفترات او كثير من الفترات كان في رعاية من فخامة السيد الرئيس بشار الاسد لهالموضوع هذا. نعم هلا بقول لك اول شيء المسابقه في كثير دور الانديه غير معنيه كانه بالرياضه السوريه الانديه لحال والرياضه السوريه لحال بهمهم استثماراتهم بهمهم البزنس وما بهمهم الرياضه. أوف. هذا انا وحكيته باكثر من مكان سبب فشل الرياضه السوريه هو النادي. الانديه كانت رياضيه وبعدين استثماريه حاليا صارت استثماريه وما في رياضيه لا مو بعدين رياضيه ما في رياضيه يعني ما في رياضة بس استثمار احنا قديه منجيب مصاري وقديش مناخد وقديش ما مناخد وصار التفاتهم على لعبة كرة القدم حتى بلعبة كرة القدم ما عم ينجحوا لانه منتخبنا حاليا بكرة القدم اذا ما استعرضنا الاسماء منلاحظ انه لاعب او لاعبين عملوا وجوهات سوريا والباقي خارج سوريا فالدوري او الاندية ما عم تقدم شيء للرياضة السورية لا بكرة القدم ولا بغير كرة القدم فعم يكون في فغر عم يكون في حلقات كتير او صغرة واضحة بالرياضة السورية اللي هي الاساس النادي بتيجي على الاتحاد انا كاتحاد سباحة حاليا طب انا شلون بدي اساوي سباحة اذا ما عندي ولا مسبح مغلق بسوريا غير مسبح تشرين والبرد عندنا موجود بسوريا 6 شهور في برد صعب تصبح يسبحوا السباحين بمي باردة بنيجي على الصيف 4 شهور تدريب بس ما بيه ما بيعمل لك بطل. وضع اليوم وضع المسابح غير مؤهل او لا يرقى لمستوى البطولات الدولية للتدريب مو قصة التدريب ما في مي سخنة يعني بيسبحوا بمي باردة مستحيل ما في غير مسبح مغلق واحد هو مسبح تشرين بس بكل سوريا ومحافظة واحدة إن تعمل لك سباحة مستحيل كمان بدك أنت كم لحتى يطلع لك النوع هلأ بيقولوا البعض إنه إيه طيب عم يكون في مدارس تعليم السباحة بالصيف إيه طيب وين من أهلون يعني إذا كان في بالسويدة أو بالحسكة أو بالدير أو بالرقة أو إلى ما هناك وما في مسبح شتوي ندربهم وين مخليهم يدربوا 3 شهور بس دول العالم الصغار اللي أعمارهم 7-8 سنين بيدربوا 6 جرعات تدريبية بالأسبوع والكبار بيدربوا 10 جرعات تدريبية فأنت عندك 6 شهور ما عم تدربوا ولا تدريب فأكيد ما حيكون في عندك سباحة. نحن بتذكر لما كان مسبح تشرين يكون بارد نروح على الاتحاد العسكري نتمرن نطلع على بحيرة مزيريب نتمرن لأنه كان في والد الله يرحمه أمن لنا هالأمور هاي وقادر على أنه
ياخذنا ويجيبنا ويشرف علينا. فهذا الوضع مستحيل يصير في لعبة سباحة متطورة على مستوى، لا تقول لي على مستوى عرب لك ماشي الحال، اما على مستوى آسيا والعالم صار صعب كتير، والناس سبقونا اذا ما تغيرنا العقل. يعني انا بدي ما عاد هي الشغله العشوائيه هيك تعال يلا خذ ايدك والحقني، ما عاد ما بيمشي حالها، بده يكون في تخطيط وتنظيم واهداف قريبه تحطها واهداف بعيده تساويها حتى يصير في عندك رياضه على مستوى عالمي. الحل شو؟ لازم نغير آلية التفكير. آلية التفكير طبعا هي ثقافة مجتمع، بعدين رياضة هي ثقافة مجتمع. يعني أنا ما بقول إنه هي نحمل المسؤولية لهذا الشخص أو لهذا الشخص أو لهي المؤسسة، هي مجتمع كامل ولازم يساهم بتطوير الرياضة. المجتمع بيحب الرياضة إيه، بيشجع الرياضة إيه، التجار بيحبوا الرياضة، بس تعالوا دعموا ما حدا بيجي بيدعم، وتعيش الرياضة عش حادة كمان مو مقبولة. فبحاجة أملك في لازم يكون في ذهنية غير هيك وتخطيط وتنظيم مختلفة كليا. هاي المنظومة هاي الموجودة ما بتعمل رياضة عالمية. سؤالي الأخير بهذه الفقرة، دعمك الشخصي للرياضيين والهواة يعني كيف بيتم هالدعم؟ هل بيتم بانتقاء اللي بيستحقوا الدعم عن جد؟ أنا ما بقدر أكون يعني اشتغل بمكان صح وبمكان غلط، فإجباري بدي اشتغل صح بهالموضوع هذا، اللي بيكون منيح بدعمه، اما اللي ما بيكون هو على يعني ما بشوف فيه انه هو خامل يكون للمستقبل. يعني انا شو بدي استفيد من بطل انه والله ماشي الحال عم يطلع لي بطل جمهورية بارقام مو منيحة؟ حيبين فيما بعد، فيما بعد ايه. فاكيد انا بدعم كل بطل بشوف فيه خامة منيحة، بشوف فيه عنده إرادة منيحة، عزيمة وإصرار، ولازم يكون في يعني مساعدة من الأهل بالموضوع. في ثقة بالترشيح اللي عم يوصلكم كلجنة أنتو؟ في ثقة باللي عم يرش اللي قدموا لكم الأسماء أو اللي عم يرشحون؟ لأنه دائما بيشتكوا. هلا ما بقدر أنا أخذ ما بقدر أنا أحكي عن الاتحادات الثانية، لأنه أنا ما بفهم مثلا بكرة القدم أو رفع الأثقال أو الملاكمة، في اتحادات بتقرر، فهي صاحبة الرأي لأنه هي أمور فنية، بس أنا أكيد ما برشح حدا بسباحة إلا إذا كان أهل لذلك. حلو، راح اكتفي بهذا القدر من التصريحات يعني، وراح ننتقل للفقره الثالثه ببرنامجنا. رجع الصدى. رجع الصدى. كاملين معكم إذاعة صوت الشباب اف ام، وفقرة فيدباك او رجع الصدى هي فقرة تقييمية من حضرتك لمحطات بحياتك. خليني بلش لما كنت بنادي الجيش المركزي، تذكر بوقت لعبت بمنتخب سوريا من عام 85 ل 2004، حققت انجازات والقاب كافضل رياضي سوري عام 90، افضل رياضي سوري عام 2007، وبطل سوريا بالسباحة عام 90 ل 2004. اليوم كيف بيتذكر فراس معلا بدايات هذه البطولات يعني على نطاق محلي للسكنت لوكال، ما كان هذا النجم اذا ما نقول او العالمي؟ هلا اكيد هاي المحطات اللي بنقول عنها صغيره هي وصلتني للعالميه، فاكيد هي لا تقل اهميه عندي او احترام بذاكرتي او تقدير لكل حدا ساعدني بهذيك الفترة رغم كل الصعوبات اللي مريت فيها. هلأ قلت لك التتويج هو بينسي البطل كل شيء. يعني هي الصعوبات حلوة لأنه هي بتعطيك دافع كمان، بتعطيك حافز. هلأ الواحد بيتذكر محطات صعبة بحياته، هلأ هيك بتكون عنده غصة فيها نوعا ما، لكن ما بتقدر تساوي شيء لأنه الماضي ما بتقدر أنت تعالجه، لكن المهم أنه النتيجة كانت منيحة بتحقيق بطولات حلوة. عربيا وعالميا حصلت على ذهبية وفضية بالدورة العربية بسوريا عام 92، صحح لي لأنه أرقام مزبوط. كله وذهبية ببطولة العرب 91، المركز الأول ببطولة العالم بإيطاليا عام 90 مسافة 35 كيلومتر، المركز الأول بسباق كندا العالمي عام 2000، والمركز الأول ببطولة آسيا بقطر مع بقطر الفريق 2002. السوري اللي كنت وقتها انت وهمام يمكن وهشام المصري ب 2002 طبعا. حصلت على المركز الاول بسباقات مصر، كرواتيا، هولندا، اليونان، يعني ما شاء الله كم من التكريمات والانجازات. لسه الحلم اكبر من هيك؟ هلا مو الحلم اكبر من هيك لانه وصلت للعالميه، ولكن بحب انه يعني بحب كل سنه انه ساوي شيء. يعني بقول لحالي انه انا عم روح اسبح وملتزم، فخليني اشارك بالبطولات
بشرط انه حقق نتيجه منيحه. يعني هلا السنه الماضيه لما رحت على بطوله العالم خليني احكي على المحطه هي لانه هي كانت محطه كتير صعبه وذو حدين بالنسبه لي. انا من 2007 ل 2017 ماني مشارك ولا بطوله. كان توقف يمكن تقريبا 10 سنين. فكانت كتير مهمه هالمحطه هي، تبردت كتير وتعبت كتير ورايح على بطوله العالم. صحيح الماستر الاساتذه، لكن يعني ما كنت بعرف، يعني كنت بعيد عن جو المنافسات لفترة كتير طويلة. حققت برونزية وكنت متوقع انه اكون من اول خمسة. يعني انا حققت برونزية وكانت هي انطلاقة لبطولات الماستر من اول وجديد، او لدخول المنافسات من اول وجديد. يعني فالسنة الجاية عندي بطولة العالم بكوريا الجنوبية. حلو. ان شاء الله بقدر اكون، يعني اكيد عم بتمرن وتابع تدريباتي لأتوج. اذا حققت فيها بطولة شو بعدين شو حيكون طموحها؟ مجد يعني يخطر ببالي انه حدا وصل للعالمية اكثر من هيك شو؟ هلا ما بعرف اذا بوقف ولا بستمر، ما بعرف. يعني فكرت تعتزل مثلا؟ يخطر ببالك هذا الخاطر؟ بصراحة لا ما فكر. بوجود يعني بعض المنغصين؟ لا ما فكر. يعني هلا ما فكر. يعني ممكن اعمل بال 2020 بحر المانش ذهاب واياب كاول سباح باسيا، لانه عملتها انا واخواتي تتابع. كنت احكي عنها هلا. فممكن اعملها لحالي، يعني بحس انه انا قدران قادر اني ساويها. و يعني هذكر فيها هي وقت حققت المركز الخامس ببطولة العالم للمحترفين بفرنسا، بعدين نعم. المركز الخامس والرابع بسلسلة كأس العالم بالأرجنتين، وعبرت بحر المانش بشكل تتابعي مع همام ومصعب والمرحومة رضينا. نعم. ذهب وإياب عام 2002. بوقتها هل كان في منافسة بين أخواتك؟ هل كنتوا تدعموا بعض ولا كل حدا بده لا ليه؟ احنا بجو البطولات دائما منساعد بعض. يعني لما يكون مثلا همام او غايب عن البطولة او مصعب وعم بلعب لحالي بلاقي صعوبة، كنت لانه نحنا فريق واحد، فمنساعد بعضنا بالبطولة يعني باثناء المشاركة. يعني معروفة هي مثل لاعبين دراجات، شلون واحد بيطلع لقدام بيريح اللي وراه هيك، فهيك نفس الشيء بالسباحة الطويلة. يعني كان مصعب مثلا يمشيني اول نص السباق همام هي، وانا اقدر انه بعد نص السباق انا مشيهم. يعني بسموها تتابعية بوقتها هي. يعني هي لا هي مو تتابع، ولكن هي نوع من الانواع التريح اثناء السباق يعني. والعمل على انه نكون يعني المهم واحد فينا يدخل اول. الصحافة الغربية والإعلام كيف كانوا يتعاملوا مع إنجازاتك؟ واليوم قد اختلف الوضع؟ يعني بعد الوضع حرب على سوريا 8 سنوات، قد قبل 2011 وبعد 2011 كيف تعاملوا معك الغرب بالصحافة؟ بصراحة ما تغير أبدا. يعني بصراحة أخذوك كرياضي بعيد عن السياسة، ولكن في بعض الأسئلة مثلا أنه أنتوا عندكم حرب عم تدرب بسوريا، يعني كله يستغرب. اي عم بدرب بسوريا؟ ابدا ما دربت برات سوريا، بروسيا عملت معسكرات خارجيه. لا لا، تدريباتي كلها بسوريا وبالشام، عم بتمرن وباللاذقيه وبالبحر وما في شيء والامور منيحه. فهنا نوع من يعني الاسئله فيها نوع من الاستغراب يعني. وبالعكس تعاملوا بالاعلام بيتعامل بشكل عام مع رياضي كرياضي بطل يعني، بغض النظر على انتمائه او على جنسيته او الى ما هنالك يعني. حتى خليني أقول إنه السنة الماضية باجتماع اتحاد اللجان الأولمبية بالعالم تكرمت من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كرياضي أو كحالة فريدة بالعالم، إنه بطل رياضي وهو قائم على رأس عمله كأمين عام للجنة الأولمبية. بالتشيك براك كان بحدود 1500 شخص من كل اللجان الأولمبية وأغلب الاتحادات الدولية. أدي عنا لك هذا التكريم. هلا كان تكريم رائع جدا يعني. هلا مو هي القيمة تبعه، لكن هو التكريم بحد ذاته كان حلو كتير، انه انا اتكرم بتشيك ببراك وتعاملت الصحافة بطريقة كتير حضارية مع الحدث هذا. حتى المتواجدين يعني القاعة يعني ما سفقت لي لانه والله رياضي، لاني سوري يعني، قالوا انه بطل سوري وهو امين عام لجنة أولمبية سوري وما زال يحقق الانجازات باحرازه برونزية العالم بالاشهر بهنغاريا. حلو.
من التكريمات يلي حصلت عليها تكريم من السيد الرئيس بشار الأسد عام 2002 و2007، وتكريم رئيس المجلس الأولمبي الأسد 2018 لازم نضيفها، وحصلت على وسام اللجنة الأولمبية السورية مثل ما حكينا، ووسام وزير خارجية شمال قبرص، ووسام الاستحقاق الإماراتي المصنف أعلى جائزة رائدة معترف فيها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. بين كل المحطات واللي قبلها، أيها العقلب فراس، يعني هيك هي الأغلى. ما في أغلى من استقبال السيد الرئيس، ما في أغلى من استقباله، من تكريمه، من الحديث اللي بحسسك أنك أنت أنت شيء كتير كبير بالبلد. يعني لما بيقول لي أنت لسوريا، هاي الكلمة كتير بتعني، يعني قديش هي حلوة. يعني أنا رايح عم بلعب هلأ عم بلعب باسم روسيا الاتحادية، وبيستقبلني بيقول لي أنت لسوريا، فهي كلمة بتعني كتير للبطل. بقدر الدمعة اللي بعينك على فكرة. تحية لك وتحية للسيد الوطن. أكيد مكملين كمان المحطات يلي هي الأغلى على قلبك. كمان لو حكينا عن بعض المحطات، حضرتك بطل العالم للهواة بسباق كابري نابولي مسافة 35 كيلومتر بالتسعين، وبطل العرب سوريا مسافة 20 كيلومتر. يمكن العالم اللي بيفهموا بالرياضة عم يعرفوا شو عم تحكي. حققت المركز الخامس ببطولة العالم للمحترفين بفرنسا، الرابع ببطولة العالم باليابان. يعني من 10 سنين حلمك كيف كان عم يتبلور من التسعينات لنهاية 2010. يعني شاب ببدايته، كنت بلشت على عم توقع على عاتقه مسؤولية وتحمل كبير. كيف كان عم يتكون هذا الحلم؟ هلا مثل ما قلت لك، يعني يعني هذا حلم الرياضي، هو حلمه انه يتوج. هذا يعني بيتدرب الرياضي حتى يتوج، بيتمرن حتى يلقى تكريم، بيتمرن حتى انه يلقى كلمة حلوة من إعلام بلده، من ناس ببلده. فهذا كله كان بعد كل بطولة يزيد ويكبر الحلم، لأنه عم لاقي التشجيع، عم لاقي التكريم. هلا ما بنقدر ننكر إنه في كان منغصات، ولكن هي تعتبر، قلت لك، هي من نوع من التحفيز بالنسبة لي كانت كمان. نعم. يعني أنا لما رحت على أوروبا، على بطولة أوروبا بالسلوفينيا، كان لأول مرة بحس إنه في حمل علي كتير كبير إني أنا حامل اسم دولتين، روسيا وسوريا. الشغلة الثانية، كنت الناس اللي بيحبوني كانوا عم يستنوا التتويج بالذهب، يعني لأنه يعني 5 كيلو أنا أحسن من 3 كيلو فيها. فإنه أقل شيء ميدالية ذهبية، والثلاثة كيلو معلش ما جبت منيح. يعني الشغلة الثالثة، انه حتى الناس اللي بدهم يشمتوا او اللي عم يشمتوا او اللي عم يحكوا، كمان هي حالة تحفيز اضافي عم تكون. لعل وعسى. لا يعني انا من النوع اللي بخاف من شماتة العالم، يعني انه هلا بيشمتوا، لا ما اعطيهم هالفرصة ابدا انه تكون، يعني اقدم لهم اياها هيك. فكان بكل بطولة انه حلو انه العالم البلد، على العالم السوري يرتفع، وحلو انه تشوف انت تسمع نشيد بلدك عم ينعزف. يعني هاي لحظات رائعة جدا. انا فخور فيك على فكرة. تسلم. من اهم المحطات يمكن وتذكر كثيرا، يعني كنت اول سباح عالمي بيسبح بين القارتين اوروبا واسيا مسافة 110 كيلومتر بزمن 42 ساعة، عبور البحر بين قبرص وسوريا. ما تنعاد. ليه؟ لانه يعني التمرين الصعب والشاق والجهد اللي بذلته، والمحاولة الأولى اللي فشلت لأسباب ما بدي أحكي عنها هلأ، صار لها 11 سنة فيما بعد مشحت، يعني بس تعبت، يعني وصلت لمرحلة أنه ممكن يصير معي شيء صحي، وممكن يصير معي شيء. يعني 42 ساعة أنا بالمي، يعني طلعت ضليت يمكن شهر بين نايم وفايق، ما بعرف حالي. كنت خايف ما تحقق؟ كنت خايف، كنت مرعوب، مو بس خايف، يعني لأول مرة هون بقول لك إنه نزلت وأنا مرعوب، يعني ماني قدران حدا يحكي معي، وخوف بشكل كتير كبير، لأنه يعني صحيح شو هالمجنون، أنا شو مجنون بالفعل، مجنون إنه فكر أصبح بين بلدين، يعني شو مهنن وبعرض البحر وما بعرف شو بده يطلع والتيارات شلون بده تكون. فكانت تجربة كتير صعبة، ولكن الحمد لله نجحت وفرحت كتير من الناس، يعني فرحت قلوبنا بالفعل.
يلا خليتك على راسي على راسي كل غطى احس بالموت وقوه اشهق انفاسي. مع الكبار مع الكبار. سؤالي الأخير لحضرتك اليوم، سنوات من البطولات والإنجازات واللي عم تحققه وحققته قبل، قديش هي إثبات وجود سوري على خريطة العالم بمجال السباحة؟ قديش هو إثبات للعالم أنه الشعب السوري رغم الأزمة رغم الحرب ضل صامد بوجه الإرهاب، وأنه رح ترجع على أمل ترجع الرياضة السورية متألقة مثل ما كانت قبل؟ هلا إن شاء الله ترجع، لكن غير عقلية بترجع إن شاء الله. بهالعقلية صعب ننافس بقى بأي مجال، يعني سواء كان حتى عربي يعني. طبعا طبعا خليني احكي بمنطق، يعني ما بدي اقعد احكي كلمات مديح او لا، خلينا نحط النقاط على الحروف، لانه لازم نعرف وين الوجع، ولازم غير بهالاجواء هي صعب ترجع الرياضة السورية متطورة عربيا حتى. لازم يكون في عقلية مختلفة، لازم يكون في تخطيط مختلف، لازم يكون في يعني أمور كتيرة تصير بغض تختلف كليا على هالأمور هاي كلها. هلأ برسم المعنيين يعني ما بعرف شو بدي أقول لكم. يمكن شوي الصراحة كانت زايدة يمكن، ولكن لا بس أنا بقول هذا الأفضل. يعني خلينا بداية النجاح هو أنك تعرف أنت وين أخطائك وتمشي وتتلافاها، وين عيوبك وتتجاوزها. هون بداية النجاح. أنا بقول في تحضيرات قادمة، في شيء عم تحضر له؟ عم حضر لبطولة العالم السنة الجاية بكوريا الجنوبية. هلا أكيد في بطولات سنوية حتكون دولية، ولكن أنا يعني بفضل أن أروح بطولة العالم مباشرة. يعني بعرف الأجواء بطولة العالم الماستر شلون هي، وبعرف شلون بدها تكون، فعم حضر لها من هلا. ولما رجعت طبعا من سلوفينيا بلشت التحضير، يعني ما قطعت أبدا، وشوي شوي بتزيد التحضيرات لحتى أوصل بجاهزية إن شاء الله. موفق بكل شيء. كلمة لصوت الشباب. أنا بدي أحكي خلال يمكن معنا وقت صديقة. في ثلاث جمال خلال مسيرتي بهالبطولة ما بنساهم أبدا. حبلش من المؤتمر الصحفي اللي عقدته قبل ما أروح، لما قال القنصل الروسي أنه تمثيل فراس معلا لروسيا الاتحادية، أو قال للسباح السوري فراس معلا شرف كبير لروسيا الاتحادية. بدي بلش من تهنئة رئيس نادي كوبان اللي قال انه أبارك لسوريا ولروسيا ولنادي كوبان إنجازك الكبير. بدي كلمة وزير أو رئيس جمهورية الدولة أو الليجية اللي هي أحد جمهوريات روسيا، لما قال نشرب نخب البطل السوري اللي رفع العالمين السوري والروسي. وآخر جملة هي أحلى جملة بتلقاها بحياتي من فخامة السيد رئيس بشار الأسد في راس معلا لسوريا. يعني الله يحميك وبنفخر فيك. شكرا لكم. أنا كتير بتشكركم وبتشكر البرنامج الحلو اللي هو مع الكبار. أكيد في فنانين أنا طلعت عليهم سبقوني لهالبرنامج، هو للشخصيات الكبيرة. تسلموا، لأنه أنتم كبار بتختاروا الشخصيات الكبيرة. شكرا لكم. السباح السوري العالمي فراس معلا، شكرا لأن قبلت دعوتي للبرنامج، شكرا من القلب. برجع بلتقي فيكم الأسبوع الجاي مع ضيف جديد وكبير من الكبار في هذا البلد. ضلوا ألف خير. كنت معكم بالأعداد والحوار يا منديب، ومع الكبار إخراج أمير دياب. صوتك عالي وبيضل هلا بقلوب الكل، بتضل الأحلام إجلك ما حكل. صوتك عالي وبيضل هلا بقلوب الكل، بتضل الأحلام إجلك ما حكل. وحدك صوت الشباب لا بقلوب.